لن يستطيع التحالف الثلاثي من أن يحقق جلسة رئيس الجمهورية، ولهذا عليه لابد، يعني أصبح لزاما عليهم أن يأتوا إلى التفاوض مع الإطار التنسيقي لحلحلة المشكلة، وإلا سنذهب إلى مجهول يعني غير محسوب العواقب. طيب، نتيجة يعني للخلاف الشيعي الشيعي والكردي الكردي، هل بتقديرك سيؤخذ تحذير الدكتور إياد علاوي من تشكيل حكومة لا حول ولا قوة لها كما وصفها؟ هل يمكن أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد من قبل الجميع؟ وهذا ممكن، ولكن لا يعني كل عراقي لا يتمنى، سواء على مستوى سياسي أو على مستوى شعبي، لأنه قضية الدفع بضرورة التوافق دون قناعة في التعاطي، هذا طبعا راح يكون يعني شكل كما يسميه الشارع ترقيعي وليست حلول جذرية. ولهذا يعني عملية اليوم إذا ما سلطنا الضوء على جزئية من مفاصلها، مثلا رئاسة الجمهورية مثالا، أنه وكأنه الديمقراطي الكردستاني يريد الهيمنة على القرار الكردي بأخذه هذا المنصب، وإلا هو وفق التفاهم الكردي على أنه يتسلم الاتحاد الوطني رئاسة الجمهورية مقابل أن يتسلم الديمقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم زائد رئاسة حكومة الإقليم. هذا الانقلاب الذي حصل وفق المعطيات اللي أفرزتها النتائج الانتخابية، يعني وبتقديرنا على أنه هي غير مطابقة للإرادة الوطنية الشعبية لإرادة الجماهير العراقية.